مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. ارتقى ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم ولو مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي بهدفين لهدف في افتتاح مباراة الجولة الثانية عشرة من الليغا، وتألق في صفوف النادي الملكي نجمه البرازيلي شاف فينيسيوس جونيور بإحراز هدفي فريقه بالدقيقتين 22 و73، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد بيري ميلا في الدقيقة 86، علما أن إلتشي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 63 بعد طرد مهاجمه راؤول غوتيريز. وبفوزه صعد ريال مدريد لصدارة الليغا مؤقتا بفارق الأهداف عن كل من إشبيليا الثاني وريال سوسيداد الثالث، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز 15. نعم مشاهدينا، الحديث أكثر عن الجولة الثانية عشرة من الليغا ينضم إلي من الإمارات الصحفي الرياضي الكابتن سعيد جودي، ومن مصر الناقد والمحلل الرياضي الكابتن أحمد الطنطاوي. أهلا وسهلا بكما ضيفاي الكرام على شاشة قناة اليوم. لو بلش من عندك كابتن سعيد، أول شيء مساء الخير كابتن سعيد. مساء الخيرات ومساء الفل لكل المتابعين ولكل محبين برنامجك الشيق. تحياتي كابتن سعيد، شكرا لك، ومساء الخير ايضا للكابتن احمد الطنطاوي باطلالته الحلوه ولاول مره على شاشه قناه اليوم. اهلا وسهلا بك كابتن سومر، اهلا بضيفك الكريم، واهلا بحسن الكريم. مساء الخير كابتن سعيد، نبلش من عندك. طبعا ريال مدريد الحقيقة حقق انتصار ثمين على إلتشي بهدفين وهدف لهدف، وارتقى لصدارة الليغا ولو مؤقتا. كيف شفت اللقاء بين ريال مدريد وإلتشي؟ قراءتك للقاء كابتن سعيد؟ يعني كل من تابع اللقاء انتبه بأنه الموضوع لم يكن سهل الحقيقة. من بعد خروج ميسي من الليغا وخروج رونالدو سابقا، هو بدأت تصبح أقل بين الفرق، خاصة يعني بين الفرق المتنافسة. إذا استثنينا موضوع أتلتيكو مدريد المشروع الذي يحقق نجاحات في الدوري الإسباني، نرى بأن هو أصبحت ضيقة حتى مع الفوز في الكلاسيكو الأسبوع الماضي، لكن ما شفنا كلاسيكو عظيم، ما شفنا مستويات كبيرة. ربما ثبات بعض نجوم ريال مدريد على وضعهم هو من يجعل ريال مدريد في خطوة متقدمة. اليوم هذا الكلام كنا عم نشوفه بشكل أوضح، بأنه فرق يعني تعد كرويا متوسطة وما دون ذلك أصبحت تتجرأ على ريال مدريد وعلى برشلونة أكثر. يعني اليوم ريال مدريد لم يكن فوزه سهل، اللعب بعشر لاعبين من المنافس إلتشي هو من سمح بأفضلية ريال مدريد، عامل الخبرة حسب الموضوع لوكا مودريتش، تألق وانفجار فينيسيوس هذا الموسم هو من أعطى ريال مدريد النقاط الثلاث، وحاليا وفي مسيرة طويلة في مسابقات التي تكون بتجميع النقاط مسابقات الدوري، في بعض المباريات عليك أن تكسب دون أن تلعب. يعني أنت الأسبوع اللي مضى كسبت مباراة مهمة جدا، أنت كسبت الكلاسيكو، هذا الأسبوع ومع ضغط المباريات وضغط الجدول والإرهاق وحالة المداورة التي تفرض على المدربين، نجد بأنه ثلاث نقاط مهمة جدا، وبعدين وفي مباريات أخرى يمكن الحديث عن مستوى أكبر وأجمل. طيب كابتن سعيد، هلا يعني تطور مستوى الفرق الاخرى ومنافستهم لريال مدريد ولبرشلونه ولاشبيليا ولسوسيداد، هالشي برايك ما بيصب لصالح الدوري الاسباني والكره الاسبانيه؟ طبعا هذا الكلام مما لا شك فيه، والدليل انه نحن عم نشوف منتخب اسبانيا لم يعد فقط محصورا من لاعبين ريال مدريد وبرشلونه، وان كانت الافضليه طبعا للاعبين برشلونه في تشكيله المنتخب، أصبحنا نرى لاعبين ومواهب تظهر في الفرق الثانية، أصبحنا نرى مباريات أجمل. يعني في السابق كان الدوري محصور ريال مدريد برشلونة، مؤخرا دخل أتلتيكو مدريد، وفي كل موسم يظهر لنا منافس، مرة بتلاقي إشبيليا، مرة بتلاقي أتلتيك بلباو في بعض الأحيان. اقتراب المستوى
بالمجمل قد لا يكون مرضي للفرق التي وجماهير الفرق التي تعودت أن تكون دائما في القمة، لكن في المجمل مع للكرة الإسبانية هي أكيد حالة إيجابية. طيب خلينا ننتقل عند الكابتن أحمد الطنطاوي. كابتن أحمد الطنطاوي، بدي قراءتك ل مباراة ريال مدريد والفوز الصعب كان مثل ما تفضل كابتن سعيد، فعلا إلشي قدم مباراة كبيرة، لأن الأهم في عالم كرة القدم كما نعلم جميعا النقاط الثلاث. كيف شفت المباراة برأيك كابتن أحمد؟ هو أول حاجة عشان نتكلم عن المباراة خلينا ندلل كلامنا بنوع من العلم شوية، علم الإحصاء. علم الإحصاء بيقول لنا إن ريال مدريد عنده أربع محطات لها، من أول ديفيد ألابا لتوني كروس لفينيسيوس جونيور لكريم بنزيما. أنا كلامي واضح كده؟ صوتي ما مسموع؟ واضح كابتن، صوتك واضح، تفضل. لما نيجي نتكلم مثلا في علم الاحصاء هيقول لنا ان في حاجه اسمها اكسبكتد جول. الاكسبكتد جول دي هي عباره عن حاجه بتوصف لنا جوده الفرص اللي المفروض ريال مدريد يكون يعرف ينهيها في الماتش. احنا هنلاقي ان في ريال مدريد عنده حاجه اسمها اوفر بيرفورمانس، اللي هو يعني بيجيب اجوان اكتر من المفروض يجيبها. ريال مدريد دلوقتي اللي فارق بينه وبين اي فرقه ثانيه اللي هو اقوى خط هجوم في الليجا. عندك كريم بنزيما مشارك في 9 اجوان وست اسيست وسبع اسيستات. عندك فينيسيوس جونيور المفروض كان يجيب 3 اجوان جايب 5 باختلاف جولين النهارده. فانت عندك في ريال مدريد الفكره كلها في محطات لعب ريال مدريد، بدايه من ديفيد الابا اللي هو بيعمل البيلد اب، ثانيا توني كروس اللي هو يعتبر ديب بلاي ميكر، ثالثا فينيسيوس جونيور وبنزيما. الماتش النهارده كان صعب ليه؟ لان بنزيما ما كانش بنزيما اللي مشارك في 16 جون من اصل 5 من اصل 24، يعني مشارك في اغلب 75% من جوان ريال مدريد، ما كانش موجود النهارده. فبالتالي الحمل كله كان على فينيسيوس اللي اتطور بشكل كبير جدا السنه دي، وده رجع لحاجتين: ثقه انشيلوتي فيه، وثانيا قرارات الراجل، قراراته اختلفت خالص من لعيب صغير للعيب كبير. ودي الحاجه اللي كانت مثلا بتعيب عنده السنه اللي فاتت، ودي حاجه ممكن نلاحظها مثلا في لعيب محمد صلاح. فينيسيوس جونيور ماشي على نفس الطريق اللي هو يعرف امتى يباصي، امتى يوقف، امتى ينهي، امتى يشوف، امتى يهدى الريتم، امتى يعلي الريتم. طيب كابتن سعيد، ايضا يعني اليوم لعب اشبيليا مع اوساسونا وفالنسيا مع فياريال، وبرشلونه يلعب حاليا مع ليفيس، والنتيجه الى هذه اللحظه هي التعادل بهدف لهدف. التعادل 1-1. خلينا نبلش كابتن بعد اذنك بمباراه اشبيليا واوساسونا. اشبيليا ايضا يقدم مستويات مميزه في الليغا هذا الموسم بفوزه على اوساسونا بهدفين، يشارك كل من ريال مدريد وسوسيداد الصداره. كيف بتشوف حظوظ اشبيليا بالمنافسه على الليغا كابتن سعيد؟ المنافسة مثل ما حكينا تكاد تكون محصورة كما هي العادة، السباق كما هي العادة، لكن عطفا على وضع برشلونة الحالي قد نرى إشبيليا يقفز إلى المركز الثالث. بمعنى بس للتوضيح كابتن سعيد، هل أنا وأنت بنعرف كما هي العادة شو هي؟ بس للتوضيح لو سمحت نوضح للمشاهدين كما هي العادة، بتقصد ريال مدريد وبرشلونة؟ تمام، يعني السباق معروف في اسبانيا، اما ريال مدريد واما برشلونه. نعم. مؤخرا اتلتيكو مدريد اصبح طرفا ثالثا. نعم. الان وعطفا ومره اخرى عطفا على وضع برشلونه الغير مستقر والغير واضح، ربما يستغل فريق اشبيليا وفرق اخرى هذا الموضوع ويذهب صعودا ويصبح المنافس الثالث لاتلتيكو وريال مدريد. خلينا نحكي عن موضوع الثبات في المستوى، خلينا نحكي على مجموعة من النجوم التي قدمها إشبيليا وما زال يقدمها إشبيليا. عم نحكي على نصيري، عم نحكي على بونو بحراسة المرمى. إشبيليا فريق مرشح للمنافسة والذهاب بعيدا. الآن مدى صمود إشبيليا حتى الأمتار الأخيرة في الليغا الإسبانية هو الذي سيكون موضع شك أو موضع سؤال، لأنه عادة هاي الفرق بتلاقيها تبدأ عادة الموسم مثلا بانتصارات متتالية، ومن ثم في منتصف الموسم تبدأ بالانخفاض التدريجي. وهون الفرق اللي عندها خبرة مثل برشلونة إذا ما تحققت المقولات واستطاعوا أن يعودوا رحيل بتشافي هرنانديز، وشفنا هذه الثورة التي ينتظرها جمهور برشلونة، قد نرى برشلونة يعود ويصبح الثلاثي مرة أخرى ريال أتلتيكو وبرشلونة هم المنافسون على اللقب. طيب
طيب رح نحكي على برشلونة طبعا كابتن، بس نحاول نستنى انه تنتهي المباراة مشان نحكي عن المباراة وعن يعني وضع برشلونة بعد رحيل المدرب كومان وقدوم المدرب المؤقت أراغوان. طيب كابتن أحمد طنطاوي، أيضا فالنسيا حقق انتصاره الأول منذ 7 مراحل، وعلى من؟ على فياريال بالحقيقة نتيجة 2-2. كيف شفت اللقاء كابتن، ويعني انتصار فالنسيا على فياريال بهدفين؟ هو الماتش بتاع فالنسيا، مدرب فالنسيا ضد بورداليس لعب ماتش عارف ازاي من اي متوكل، كانت الراجل ساب الاستحواذ خالص لبيا ريال، لان اوناي امري دايما بيلعب على الاستحواذ. حتى لو شفنا الاحصائيه هتلاقي 45% استحواذ لصالح بيا ريال، 25 فالنسيا. الراجل لعب على ترانزيشن على الاتاك، قدر يخطف جون في الشوط الاول من ضربه تماس، ودي حاليا حاجه معروفه في كره القدم الاوروبيه، ان بقى في مدربين مخصوص لضربات التماس. الجول الثاني زي ما احنا شفنا ضربه جزاء، فالنسيا لعب جيم مقفول خالص رغم انه بيلعب على ارضه. الجيم ده هو اسوأ ماتش ممكن تشوفه للفريق زي فياريال، ان في مثلا 10 لعيبه او 9 لعيبه تحت خط الكوره، وانت مطالب ان انت تخلق فرص. الشوط الاول كله كان فياريال بيحاول يلعب كوره في ضربه الدفاع، بس ما جابتش نتيجه، لان الحارس كان دايما بيطلع كسويبر في الشاش، كلاعب في اخر خط بيقدر ياخد الكوره. ما كانتش مشكله فياريال الرئيسيه اللي انا شايفها في الموسم حتى مع في دوري الابطال، هي انه الفينش عندهم انهاء الهجمه سيء جدا. عندهم لعيب دونجوما لعيب مراوغ جدا، لعيب بيقدر يعدي من واحد لواحد، لعيب بيفتح عرض الملعب مميز جدا في الهجوم. طيب كابتن احمد، بس المشكله كلها ان هو بيجي في الاخر. كابتن احمد بس اسمح لي قاطعك بهالجزئيه هي، شو سبب تراجع نتائج فياريال في الليغا، رغم انه فياريال يملك مدرب مخضرم ومدرب يمتلك الخبره اللي هو يوناي امري، بالاضافه لعدد من النجوم على راسهم راؤول البيول وجيرارد مورينو وباكو الكاسير، شو سبب تراجع نتائج فياريال اذ لم يحقق الفوز الفريق في اخر 4 مراحل برايك كابتن حضرتك؟ هي الفكره ان هو فعلا مع سكواد كويس، او كورس لعيب منتخب اسبانيا، عندهم بورخا بريرو، عندهم كابوني، عندهم تنجوما، عندهم باكو الكاسير، بس هي الفكره كلها زي ما قلت حضرتك، النقطه الاساسيه في فياريال انه الانهاء عندهم سيء جدا. هي فرقه بتصنع فرص كتير، حتى احنا شفنا ديت ماتش مانشستر وفياريال لما كانوا فايزين 1-0 في الشوط الاول، جالهم 3 فرص يقتلوا الماتش، كان الماتش يخلص 5-6، بس للاسف هو الانهاء عندهم سيء. وانت ما دام انت عارف الكوره، ما دام انت مش قادر تنهي الهجمه هتستقبل. طيب كابتن سعيد، برشلونة مثل ما يعني قلنا قبل شوي النتيجة تشير إلى التعادل لهدف الدقيقة 81. رحيل رونالد كومان هل سيسبب صدمة للبرسا ونرى برشلونة مرة أخرى يعود لدرب الانتصارات، أم ستستمر نتائج سلبية كابتن سعيد برأيك؟ شخصيا لا أرى أن المشكلة كانت في كومان. وين المشكلة كابتن؟ طيب. أي فريق في العالم يمر في مرحلة انحدار. المشكلة بأن برشلونة وإدارة برشلونة السابقة والحالية لم تفكر في مرحلة ما بعد ميسي. وهنا تكمن المشكلة. خلينا نتذكر بأنه برشلونة قبل فرانك ريكارد، عندما بدأت هذه النهضة والثورة في السنوات التي حكم بها برشلونة أوروبا، الثورة بدأت عندما اعتمد على لاعبين من أكاديمية لاماسيا. هذه الأكاديمية التي لطالما خرجت نجوم كانوا هم نواة لبرشلونة مرعب. الآن وبسبب الظروف التي فرضتها التتويجات المتتالية لبرشلونة، الجماهير لم تعد تقبل بأن تبقى بعيدة عن التتويجات، وكانت تمني النفس بأن ميسي سيبقى هذا الشخص الذي يحمل برشلونة على كتفيه إلى آخر العمر. لكن ما حصل بأن ميسي ترك برشلونة، وهذا أمر إن لم يحصل هذا العام كان سيحصل العام المقبل. لم يكن هنالك أي استعداد لهذه الخطوة، لم يكن هنالك أي تحضير، وبالتالي أرى بأن لا كومان ولا تشافي ولا أي مدرب في الوقت الحالي جاهز إلى أن ينتشل برشلونة من وضعه الحالي.
الموضوع يجب أن يستغرق سنوات، وعلى الجماهير أن تتفهم هذه الحالة. الآن إن كانت إدارة برشلونة تريد فعلا أن تعود إلى الطريق الصحيح، عليها أن تخرج للجماهير وتقول باختصار بأننا نبدأ مشروعا جديدا، لا تطالبون بأي إنجازات قريبة، لن تروا أي إنجازات قريبة، نعدكم بأن نعود إلى كرتنا الجميلة. هذه الحالة الوحيدة التي تمكن أي مدرب واللاعبين الموجودين معه حاليا من أنه يقدر يخرج ولو بشكل تدريجي من عنق الزجاجة التي يمر فيها فريق برشلونة. طيب كابتن سعيد، ليش ما بتحذو طيب عذرني على المقاطعة كابتن سعيد، ليش ما بتحذو إدارة برشلونة حذو إدارة ريال مدريد؟ يعني رأينا ريال مدريد رحيل كريستيانو لم يكن مؤثرا بهذا الشكل الذي حدث مع برشلونة برحيل ميسي. إدارة ريال مدريد قامت بتعويض طبعا على مراحل، قامت بجلب العديد من اللاعبين على رأسهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور اللي عم يتألق مع الفريق، وأيضا البرازيلي رودريجو والبرازيلي ماريانو، وأيضا قامت بجلب لاعبين استطاعوا أن يغطوا أو أن يعني يخلوا أنه ما بيصير شرخ عندما رحل رونالدو عن النادي الملكي. ليش ما بتقوم إدارة برشلونة بأن ليش ما بتخطو نفس الخطوات اللي قامت بها إدارة الريال وبالتالي يستمر الفريق بالمنافسة على الألقاب؟ رح أختلف معك بجزئية بسيطة. فضل. بأنه ريال مدريد عندما خرج منه برشلونة لا تأثر، لكن وجود لاعبين كانوا بأدوار ثانوية في وجود كريستيانو رونالدو، وتحديدا أتحدث عن كريم بنزيما الذي هو يعد واحد من أفضل مهاجمين الصندوق على مستوى العالم وأفضل منهيين الهجمات على مستوى العالم، وهذا بالأرقام على كل الأحوال، وبعد رحيل رونالدو عديد من الأرقام حطمها كريم بنزيما. الآن وجود المحافظة على جزء من الحرس القديم الذين كانوا خلال فترة كريستيانو رونالدو، أضف إلى ذلك إلى استعادة زين الدين زيدان مايسترو الثلاثية الرهيبة ثلاث سنوات متتالية في دوري الأبطال، والصبر على فينيسيوس جونيور، الصبر نعيد مرة أخرى الصبر على فينيسيوس جونيور، هذا من طرف. من طرف آخر ما فيك تقول أنه والله إدارة ريال مدريد كانت ناجحة 100%، لأنه نحن شفنا صفقات كان فلورنتينو بيريز يعول عليها كثيرا لسد فراغ كريستيانو، لم نراها على رأسهم إيدن هازارد الذي حتى الآن يعني لن يذكره جمهور ريال مدريد إلا أنه يلعب لدقائق ويصاب لشهور. طيب خلينا بعد إذنك كابتن سعيد نشوف وجهة نظر كابتن أحمد، تأخرنا عليه كابتن أحمد، كيف أنت بتشوف يعني بتنظر لموضوع برشلونة وتراجع نتائج برشلونة هذا الموسم؟ هو تعقيبا بس على وجهة نظر حضرتك، الوضع مختلف بين برشلونة وريال مدريد، لأن برشلونة كانت عبارة عن ميسي وحواليه منظومة كاملة، لأن ميسي هو يعتبر منظومة برشلونة، مش ميسي المنظومة هي اللي بتلعبها. بالنسبة لكريستيانو في ريال مدريد الوضع مختلف، هي منظومة كريستيانو، فانت لما تطلع ميسي من منظومه برشلونه فانت كانك بتوقع منظومه برشلونه. خروج ميسي من برشلونه كان عباره عن ورقه التوت اللي كشفت عوره برشلونه، لان الفرقه فعلا كسكواد فرقه مش احسن حاجه، فرقه ما تقدرش تنافس، ودينا شفنا كده السنه دي عكس ريال مدريد. ريال مدريد رونالدو ساب ريال مدريد وريال مدريد بطل اوروبا، رونالدو كان هو المستفيد الاكبر من ريال مدريد مش العكس. اسباب بقى الثانيه اللي ممكن نرجعها لسوء نتائج برشلونه، هي في سبب اداري طبعا كلنا عارفينه، يعني ام القاسي والداني، يعني بارتيميو والتركه العفنه اللي سابها وراه من ديون للنادي، والسبب فني ان برشلونه فعلا اسكوادها في مشاكل في عمق الاسكواد، انت ما عندكش اطراف ملعب غير عثمان مصاب، انت بتضطر تعتمد على لعيب زي جورد البا، لعيب محدود جدا، لعيب هو مجرد رانر بياخد الكره، يعني بياخد الكره ويجري، حتى اوفراته مش احسن حاجه، هي حاجات معينه انت بتضطر، انت من اول ما داني الفيش مشى وانت مش عارف تجيب باك يمين كويس تعتمد عليه، وجبت ديست النهارده، ديست بيلعب وينج ما بيلعبش باك، عندك مشاكل في الحرس القديم بتاع برشلونه، بكي ما بيقدمش مستويات بقاله 3 سنين، بيقدم يعني شيء مش معروف، مش عارف بكي بيقدم ايه. بوسكاتس بتشوف بوسكاتس في اسبانيا حاجه وبوسكاتس في برشلونه حاجه ثانيه، وده بيرجع للمنظومه، لان منظومه اسبانيا بتقف مع بوسكاتس،
بتسنده وهو بيسندها، اما برشلونه فهو بيلعبوا منظومه مختلفه عن المنظومه بتاعت اسبانيا. اظن مشاكل برشلونه محتاجه وقت، محتاجه كمان غير الوقت كمان محتاجه ان انت تقدر تختار قرارات صح في الاوقات صح، لان برشلونه دلوقتي ماديا ما يقدرش يدخل في صفقه زي صفقه امبابي، ما يقدرش يدخل في صفقه زي صفقه تالن، فانت هتعتمد لازما ولابد تعتمد على الشباب، زي بدري زي ديونج زي جافي، الناس ديت هي اللي هتقومك، انت المفروض ترجع لهويه برشلونه اللي قبل كده. احنا لو رجعنا بالسنين بس 10 سنين اللي ورا قبل ما يجي جوارديولا، جوارديولا اول ما جه مشى رونالدينيو ومشى ليكو وقال لك احنا هنعتمد هنلعب باللعيبه اللي موجوده. ايوه تفضل. نعم كابتن، انا يعني العفو على المقاطعه، بدنا نحاول نغطي يعني نلقي الضوء على مباريات يوم غد، ايضا تستكمل يوم الغد مباراه الجوله الثانيه 10 باقامه العديد من اللقاءات وتختتم يوم الاثنين. راح يعني نتكلم كابتن سعيد، السؤال موجه لك، عن المباراتين المهمتين، ريال سوسيداد راح يلعب مع اتلتيك بلباو واتلتيكو مدريد مع ريال بيتس. نبلش بريال سوسيداد اللي يعتبر المفاجاه الساره للليغا هذا الموسم، بيحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن اشبيليا وريال مدريد. بإمكان ريال سوسيداد الارتقاء للصدارة أو الانفراد بالصدارة في حال فاز على بلباو يوم الغد. كيف بتشوف حظوظ سوسيداد بمباراة بلباو وبالليغا بشكل عام كابتن سعيد؟ بالليغا بشكل عام أعتقد بأن الموضوع يمكن مثل ما قلت لك قبل شوي، بأنه فرق مثل ريال سوسيداد مش فرق عندها نفس طويل تقدر أنه أنت تكمل، ممكن تستمر في المنافسة عطفا على تراجع مستويات فرق اعتدنا ان نراها في المربع الذهبي. لكن حقيقه ريال سوسيداد عم يقدم الكره الجميله، فريق يلعب كره القدم من اجل كره القدم، فريق لا ينتظر منه الكثير. اذا استطعنا ان نحصل على الصداره فسيكون امر خارق، ان لم نستطع ف يعني سنتحدث عن انه نحن فريق حاول، وبالتالي كمية الضغوط هي التي تخلق حالة من الراحة. ولا أستبعد أن يستمر التنافس بين إشبيليا ريال سوسيداد لفترة طويلة، ولكن موضوع المناقشة على لقب الليغا أعتقد بأنه صعب على فرق مثل ريال سوسيداد. طيب كابتن احمد الطنطاوي، مباراه اتلتيكو مدريد وريال بيتس ايضا مباراه مهمه، باختصار لو سمحت مشان نغطي يعني نلقي الضوء على هاي المباراه ايضا، كيف بتشوف حظوظ الروخي بلانكوس بهذا اللقاء بقياده سيميوني وامكانيه يعني الحفاظ على اللقب هذا الموسم؟ مشكله اتلتيكو مدريد الرئيسيه من السنه دي هي ان هو خط الدفاع مستقبل 10 جوان في 10 ماتشات، يعني معدل جون كل ماتش، ودي كانت من اهم سمات اتلتيكو مدريد مع سيميوني ان هو عنده خط دفاع في اوروبا مش في اسبانيا بس. هذه المشكله الرئيسيه، هل هيعرف يلاقي لها حل على المدى الطويل؟ اذا لقى لها حل على المدى الطويل اتلتيكو هينافس بقوه واحتمال ياخد الدوري لان هو مرشح في الاول. لو ما لقاش حل اظن اتلتيكو هيبقى صعب ان ينافس الدوري. ايضا سواريز، جريزمان، فيليكس، اظن سيميوني عنده تنوع هجومي يقدر يلعب بيه. احنا بنشوفه بيلعب كراسكو كوين باك، سواريز السنه دي عامل اوفر بيرفورمانس برضه، المفروض الراجل يجيب 3 اجوان جايب 6. اظن ان هي الماتش بكره هيبقى صعب لان ريال بيتيس بيقدم برضه مباريات كويسه وعنده خط دفاع قوي، مش سهل ان انت تكسب الماتش ده. نعم فعلا يعني مباراة لن تكون سهلة على أتلتيكو مدريد باعتبار ريال بيس أيضا من الفرق الـ القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم. طبعا الوقت معكم مر سريع وأنا كنت سعيد جدا بتواجدكم معي كابتن سعيد بالإضافة إلى كابتن أحمد الطنطاوي. إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان، كان معي من مصر الكابتن أحمد الطنطاوي المحلل الرياضي، ومن الإمارات الكابتن سعيد جودي الصحفي الرياضي. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.